بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير. مراد شهر رمضان، هعلمكم النهارده ازاي تعملوا حسابات كتير من جوجل، تمام، من غير رقم تليفون، غير ما اقول لك رقم تليفون وخد الارقام من 6 ارقام الرمز وابعتهم لك والكلام ده. طريقه سهله جدا ومش هتاخد منك وقت، بس الارقام دي مش هينفع تعمل بيها حسابات. مثلا عملت بيها حساب على الفيس هيتعمل، بس يعني وقت بسيط قوي قوي، وممكن يلغيه، ده يمكن في ساعتها كمان يلغيه او يطلب منك الرمز وحاجات زي كده. فممكن يستخدم بس في مشاهدات، في حاجات زي كده يعني. تعالوا نشوف بيتعمل ازاي. اول حاجه بندخل على جوجل زي ما انتم شايفين كده، تمام، وباجي هنا ما بقولوش بقى هنا مش هدخله هنا البريد الالكتروني لان انا ما عنديش. هاجي اقول له هنا انشاء حساب، هيقول لي ماشي، عايز لنفسك ولا لطفل ولا نشاط تجاري؟ هيدور الموضوع، هقول له انا عايز نشاط تجاري. هيقول لي طيب ماشي نشاط تجاري، دخل الاسم الاول. هقول له مثلا ايه اتش اي مثلا، هاجي مثلا الاسم الثاني مثلا هقول له مثلا اي دبليو مثلا، هيقول لي الاسم المستخدم، هيقول لي مثلا ايه البريد الالكتروني ده مثلا الموجود عندي. هاجي اقول له ايه مثلا مثلا اي اف جي مثلا اي حاجه يعني، تمام. هاجي اقول له، هيقول لي العنوان ده مستخدم ولا؟ هو هيقول لي دلوقتي عايز كلمه سر. طيب هيقول لي لا، هنا خلي بالك الاسم هنا لكن ينبغي ان يكون طول اسم اكتر من 6 ل 30 حرف. حلو الكلام. طيب انا هاجي هنا اعمل ايه؟ هاجي اقول له طيب انا هخليها مثلا هنا ازود كمان حروف، ما ينفعش ازود طبعا ارقام. هاجي اقول له مثلا هاجي كام حرف كمان، هيبدا يقول لي مثلا الاسم ده مستخدم وانا هطرح عليك اسامي. اقول له هات لي الاسم ده، انا عايز اي حاجه اعملها يعني. هقول له طبعا عايز كلمه المرور، كلمه المرور هنا او الباسورد هنا ما ينفعش اديله ارقام بس او حروف بس، لازم حروف وارقام ولازم رموز. فانا هاجي هنا مثلا اقول له ايه؟ هاجي اقول له مثلا AWE مثلا، هقول له مثلا اهو ACD مثلا، واقول له 1 2 3، واقول له مثلا علامه الساين دولار مثلا، واقول له هنا برضو نفس الكلام عشان ايه ما يعملش مشكله تاني ACD 1 ماشي. طيب واجي اقول له علامه الساين دولار، وبكده بقى انا خلصت ايه موضوع ايه كلمه المرور. ابدا اقول له هنا التالي، تمام، انا عملت هنا خلاص كلمه المرور. بيجي هنا يقول لي عايز رقم الهاتف، انا مش هكتب رقم هاتف. حلو كلام. عايز هنا اليوم، اي حاجه اكتب له مثلا يوم واحد شهر مثلا اي حاجه، واحد ولا اتنين اي حاجه. عايز مثلا السنه، هقول له مثلا 1900 مثلا و80، هقول مثلا الجنس اكتب ماشي ذكر. طيب هنا يقول لي رقم التليفون، هيفرق معايا هنا بقى النقطه، هنا مش هيفرق معانا. لو انا كتبت هنا التالي هيبقى كده خلص الموضوع. يقول لي خلاص بيديني البنود بقى هنا، بيقول لي لازم توافق بقى هنا، اقول له اوافق هنا، ويبدا بيعمل لي بقى الحساب خلاص بتاعي، وكده اتعمل لي حساب وبقيت عندي حساب على جوجل من غير ما يكون عندي رقم تليفون. اقدر اعمل كام حساب؟ اقدر اعمل حسابات زي ما انا عايز، بس المهم استخدمها في الخير ما استخدمهاش في الشر. عندك موبايل تاني وممكن تستفيد منها في حاجات زي كده، بس يا ريت طبعا من راوتر تاني وحاجات زي كده. وخلي بالكم ان يوتيوب عنده ابلكيشن ميكس الحاجات دي عشان ما تضرش حد في يوم من الايام. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش في لايك وشير، وشكرا ليكم وربنا يوفقكم.